السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن سبب وفاة عزوف جد أم حلوات. طبعا في البداية لابد أن نوضح أن مختلف الصحف ومختلف المواقع كتبت عن وفاة بنت أم حلوات أو بنت حفيدة أم حلوات هي بنت أم حلوات عزوف، وهي طفلة صغيرة وخدت حيز كبير على الساحة الإعلامية، ومصادر كشفت عن تفاصيل وفاة عزوف. وكانت دائما أم حلوات تظهر فيديوهات على سناب شات تتحدث فيها عن عزوف، وتظهر صورة عزوف وعلى تطبيق سناب شات بالتحديد. وكانت المصادر أكدت أن سبب وفاة بنت أم حلوات بعد معاناة مع المرض. الفترة الأخيرة كانت بتتداول علاج في إحدى المستشفيات، وبعدين حالتها تدهورت وتوفت إلى رحمة الله. أم حلوات مشهورة جدا على السناب شات، ولها محبيها ولها روادها، فلذلك الناس كانت مهتمية جدا وبتوسيها وبتدعي للطفلة، ربنا طفلة بريئة إن شاء الله في الجنة. وكانت هذه قد نشرت مؤخرا فيديو وهي بتلعب مع عزوف وبتقدم لها الحلوى. وأحيانا يا جماعة الطفل بيأثر أكتر من الكبير، لأنه لسه يعني الأب أو الأم أو الجد أو الجدة بيتعلقوا بالطفل تعلق كبير. فكانت أم حلوات تظهر في فيديو وهي بتلعب الطفلة الصغيرة وجايبة لها حلوى وبتتكلم عن المرض بتاعها، وابتدأ الناس إنها تدعي لها دي قبل وفاتها. والمرض لما اتكلمت عنه قالت انه كان منذ ولادتها، يعني الطفلة دي اتولدت بالمرض اللي معاها. فرغم ذلك ان كان في ناس بتتكلم عن مرض الطفلة كتير، يعني الناس مع الاسف الشديد ما بيسيبوش حد في حاله. في ناس بتبقى مؤيدة وبتدعي وناس كويسة وبتعلق تعليقات كويسة، وفي ناس بتبقى تتكلم عن المرض. ام حلوات كتبت تقول: اللهم اجرنا في مصيبتنا بقلوب حزينة، أنا بنتي عزوف التي انتقلت إلى رحمة الله، أتمنى منكم الدعاء لها وأن يعوضنا الله ويصبرنا على فراقها. وطبعا بعد ما كتبت أم حلوات هذا الكلام، ناس تعاطفت والناس بدأت تكتب والناس بدأت تدعو لها وشاركوا الفيديوهات على صفحتها. الأمر كله إن أم حلوات إنسانة مشهورة ومعروفة، ورغم ذلك لها انتقادات. يعني في ناس ما بتسلمش، أي المشاهير بالذات مجرد الإنسان ما تعرف وتشهر بيبقى ليه انتقادات كبيرة جدا والناس ما بتشوفوش حاله، لكن بيرصدوا أي خطوات دي، أي حدث يحدث عنده بيرصدوا بيتكلم عنه. لذلك حبينا نقول ان ام حلوات قالت ان الطفلة سبب وفاتها انها مولودة بالمرض، وانها يعني ما فيش علاج نفع معاها، وتوفت لرحمة الله سبحانه وتعالى. ندعو الله ان يغفر لها ويسامحها ويسكنها في سحر الجنات ويصبر قلب ام عزوف وجدة عزوف رحمها الله وغفر لها.